السلام عليكم طلبة المرحلة الأولى قسم المكان والمعدات، مرة أخرى مادة تقنيات الكهرباء أو تقنية الكهرباء. محاضرتنا لهذا اليوم تتعلق بقانون أوم والقدرة الباور والطاقة الإنيرجي. قانون أوم من القوانين المهمة جدا اللي راح هسه نتعرف بيها وياكم على مفردات هذا القانون. قانون أوم باختصار هو يأتي إفكت يعني الأثر يساوي إن الكوز يعني السبب على الأوبوزيشن على الأوبوزيشن. خلي نشوف يعني هذا القانون شنو. هذه نبذة موجودة عندكم بالكتاب على العالم جورج سيميون أوم، وهذا العالم هو اللي تيمنا باسمه خلوا وحدة قياس المقاومة تقاس بالأوم. خلينا نشوف القانون شنو يقول. الكرنت التيار يساوي ان البوتنشيال ديفرنس فرق الجهد على الريزيستنس على المقاومة، اي يساوي ان اي على ار، النتيجة بالامبير لان التيار يقاس بالامبير سين. إذن E الفرق الجهد البوتنشيال ديفرنس يساوي إن I في R تيار في المقاومة، فرق الجهد يقاس بالفولت زين. إذن بالاستعاضة أيضا R ريزيستنس المقاومة اللي وحدة قياسها الأوم تساوي إن E اللي هو بالفولت على I اللي هو بالأمبير. الE هي فرق الجهد البوتنشيال ديفرنس على الI اللي هو الكرنت. طيب دائرة مبسطة الآن بيسك سيركت، دائرة جدا مبسطة. انت لاحظون الآي هاي، لاحظ المصدر هنا مصدر تيار مستمر دي سي يعني دايركت كرنت تجاه التيار هالشكل. دائما لاحظ لأنه التيار ينطلق من الموجب ويذهب إلى السالب. لاحظ البولاريتي يعني الإشارات الجهد الموجبة والسالبة. لاحظ طلع هنا موجب مشى راح أول يدخل نقطة بالمقاومة راح يخليها موجبة التيار، الجزء اللي يطلع منها التيار راح يكون سالب، الجزء اللي يدخل منه إلى المصدر عودة هو السالب زين. هاي دائرة تلاحظ إلى أنه راح عندك يتولد فرق جهد على طرفي المقاومة نتيجة لمرور تيار. فرق الجهد هذا هو اللي عادة انت تحسبه، او من خلال فرق الجهد هذا راح تقدر تحسب قيمة هاي المقاومة بالأوم. طيب هسه احنا هاي عرفناها. هنا ايضا يقول لك ابتداء على هاي الدائرة الآي يساوي ان في ار، في ار يعني شنو؟ الفولتج دروب على طرفي المقاومة على قيمة ار بالأوم، ويساوي ان نفسه هو الاي اللي هو فرق الجهد مالت المصدر على الار. هسه قبل ثواني حكينا على القطبية او البولاريتي. شوف دا يدخل التيار منا، شوف الاتجاه سهم التيار ينطي أول منطقة للمقاومة يدخل بها يطلع موجب يمشي يطلع نقطة الخروج راح تكون سالبة. شوفوا هنا بالعكس الحالة، هنا التيار جاء من هنا، إذا هاي المنطقة راح تكون هي الموجبة اللي دخل التيار منها، منطقة الخروج كالعادة مثل دائما تكون سالبة. خلينا نشوف وياكم هذا المثال البسيط جدا اللي هو موجود عندكم بالكتاب المنهجي، اللي أصلا هو موجود عندكم زائدا موجود على صفحتنا المشتركة وياكم بالجوجل كلاس روم. أرجو متابعة صفحة جوجل كلاس روم. Determine the current resulting from the application of a 9 volt battery across a network with a resistance of 2.2 ohms. احنا يقول لك احسب التيار الناتج من تطبيق 9 فولت فرق جهد من بطارية
على نيتورك قيمة مقاومتها 2.2 أوم. الآي يساوي إن في آر على آر ونفسه يساوي إن الإي على آر، إذن راح يساوي إن 9 فولت على 2.2 أوم. النتيجة راح يساوي إن 4.09 أمبير. لا تنسى اعتني بموضوع الوحدات، في بعض الأحيان قد تجيك ملي فولت. ملي فولت شو تسوي؟ تضربها في 10 للأس ناقص 3 على مود تحولها للفولت. في بعض الأحيان تجيك ملي أوم، أيضا تضربها في 10 أس ناقص 3 وتحولها إلى الأوم. مرات تجيك الملي أمبير، نفس الشيء تضربها في 10 للأس ناقص 3. مرات تجيك بالمايكرو، المايكرو يعني معناها تضرب في 10 للأس ناقص 6. خلينا نشوف هذا المثال الآخر أرجوكم. Example number 2، نفس الكتاب الموجود عندكم. Calculate the resistance of 60 watt bubble if a current of 500 milliampere. أها نانا 500 milliampere، انتبهوا. Result from an applied voltage of 120 volt. R تساوي VR على I وساوي E على I. إذا إيش عندي؟ ال 120 موجودة، فرق الجهد الفولتية، أخليها على 500، بس لاحظ ال 500 مثل ما قلنا تضربها في 10 للأس ناقص 3 أو متحولها للأمبير، راح تطلع لك 240 أوم. لاحظ هنا قيمة المقاومة جدا عالية. انتبه هنا إلى هذا الـ example number 3. لاحظ الدائرة، عندك الدائرة هنا التيار I من يطب قيمة المقاومة 16 فولت وقيمة فرق الجهد 16 فولت وقيمة المقاومة هي 2 كيلو أوم. انتبه كيلو أوم، إذن الاثنين أوتوماتيكيا راح تضربها في 10 للأس 3. انتبه 10 للأس 3، ليش 3؟ لأن كيلو أوم يعني 10 في 1000. طيب هنا الـ I يساوي إن V على R، المطلوب هو التيار كالعادة 16 فولت قسمها على 2 في 10 للأس 3 راح تساوي لك 8. يعني هاي نبذة. هذا example رقم 4. سؤال رقم 4 راح يكون هو بالنسبة لكم واجب homework، ترفعون إياه على الجوجل كلاس روم، فأرجو متابعة الواجب بهاي المحاضرة. لاحظ هنا بهاي الرسمة، هاي الرسمة فقط للإطلاع، يعني هنا المحور الأساسي هو محور الفولتية بالفولتية، والمحور العمودي هو الآي بالأمبيرز التيار. لاحظ قيمة مقاومة هي 5، لاحظ من مط قيمتها 5 شلون تتدرج وتصعد بشكل واضح وحاد هالشكل، هاي يسموها بلوتينج اوم لو هالشكل. شوف ار دي سي، شنو الار دي سي؟ ار دي سي يعني المقاومة في منظومة الدي سي، الدايركت كرنت، التيار المباشر تساوي ان الفولتيه على التيار، واضحه ونفس قانون اوم الاصلي ما تغير شيء، قانون اوم هو واحد. اي ار ايضا في حالات تساوي ان مستوى تغير الفولتيه على مستوى تغير التيار، في حاله اذا اكو تغير في الفولتيه او تغير في التيار. لاحظ هذا السؤال يقول determine the resistance associated with a curve in the figure 9. هذا مطيك الرسم أو الشكل، شوفه هذا الشكل واضح أمامك. Using equation number 5 and equation number 7 and compare results. واضحة هنا، يعني احنا هنا من الرسمة هاي شقد تغير الفولتية، تغير الفولتية من الستة إلى العشرة 2 فولت، تغير التيار من 3 إلى 5 شقد؟
ايضا 2 ملي امبير. زين الفولتيه عندنا بدت وين؟ بدت ب 6 فولت. هنا الفولتيه ايش قد وين بدت الامبيريه التيار؟ بدا عندنا بال 3 ملي امبير. طيب ار دي سي راح تساوي لنا الفولتيه على التيار راح تساوي لنا 6 على ال 3، لا تنسى ال 3 تضربها في 10 للاس ناقص 3. انتبه لي. على مود تصير بالامبير على مود تطلع لك النتيجه. اما اذا خليتها هالشكل فلا تنسى راح تطلع عندك لان هذه ملي امبير من ترفعها لفوق راح تصير مضروبه النتيجه في الف فراح تطلع عندك 2 كيلو اوم. 2 كيلو اوم عموما واضحه او 2000 اوم. يلا فور ذا انترفال بتوين 6 فولت اند 8 فولت بالنسبه لتغير الفولتيه يقول لك ار تساوي ان دلتا في على دلتا اي قلناها احنا. فايش قد تغيرت الفولتيه 2 فولت هناك ايش قد عندك من 6 ل 8 هنا ايش قد تغيرت عندك الفولتيه من 3 ل 4 فتقسم راح تطلع لك ايضا 2 كيلو اوم. لاحظ الى انه النتيجه واحده. هسه يسال واحد ليش النتيجه واحده؟ النتيجه واحده بسبب كون مستوى المقاومه مستوى ثابت وحاله التغير تصير متناسقه بين الفولتيه والتيار فلذلك النتيجه واحده. قانون القدره الباور، باور يساوي ان الشغل الورك على التايم على الوقت بالسكند. الشغل بالجول والتايم بالسكند. هنا ملاحظه مهمه، الواحد هورس باور واحد اتش بي واحد هورس باور يساوي لنا 746 واط. هذا انتم اخذتوه اذا تتذكرون في الفيزياء في الصف الثالث المتوسط معروفه. الباور القدره تساوي ان الشغل على الوقت وتساوي ان كيو في على تي وتساوي ان الفي في كيو على تي. زين مو انتم تتذكرون احنا اخذنا التيار ايضا يساوي ان كيو الشحنه على الوقت تذكروا هاي. زين البي راح شو يساوي لنا؟ البي اللي هو بالواط وحده قياس الباور بالواط يساوي لنا الفي في اي. ايضا هذا قانون لازم تعرفوه زين. هنا ايضا يتطور القانون يقول لك البي تساوي لنا في في اي ويطوره الفي طلعها بعدين يقول لك الاي هي من قانون اوم تساوي لنا في على ار. اذا البي تساوي لنا في تربيع على ار. البي قلنا القدره مربع فرق الجهد على المقاومه. البي تساوي شق قانون اخر في في اي يقول لك مو الفي هو اصلا يساوي ان اي في ار من قانون اوم وهاي اي اصلا هي موجوده هنا بالقانون. اذا البي الباور راح تساوي ان مربع التيار اي سكوير في ار في المقاومه. هذا ايضا قانون اخر لمعرفه القدره الكهربائيه. هاي ايضا لاحظ هنا يعني فتشي جدا مبسط. تيار دا يمر بمقاومه كون على المقاومه فقر على طرفيها جهد فرق جهد. المستهدف هنا شنو؟ مستهدف البي اللي هي القدره بهاي الدائره اللي هي تتكون من تيار ومقاومه. ايضا لاحظ هنا هو نفس البي يساوي ان اي في ار يعني فرق الجهد في التيار واضحه. لا تنسى الباور البي تقاس بالواط. هنا سؤال جدا بسيط اكزامبل نمبر 6 نفس الكتاب اللي عندكم. فايند ذا باور ديليفرد تو دي سي موتور. هنا موتور يعمل على التيار الدي سي تيار مباشر يريد الباور. البي تساوي ان هذا الشكل معطيك اياه
وقايل لك اكو عندك 5 امبير هنا مره، وهنا عندك فرق الجهد الاي 120 فولت. خلاص 120 فولت اضربها في ال 5 امبير راح تطلع لي 600 واط، وهي نفسها 0.6 كيلو واط، ماكو فرق. سؤال اخر، وات از ذا باور ديسيبيتد باي 5 امبير اوم ريزيستنس، مقاومه مقدارها 5 اوم if the current is 4 امبير. البي تساوي ان نفس القانون مربع التيار او التيار تربيع في المقاومه. فاحنا عندنا 4 امبير سوي تربيع نضربها في 5 اوم اللي هي مقاومه راح تطلع لي 80 واط. واضحه جدا هذه. هنا نفس القانون البي اللي هو مربع التيار في المقاومه يطلع التيار التربيعي راح يقول بي على ار. اذا التيار يساوي ان جذر بي على ار، التيار وليس مربع التيار. اذا البي تساوي ان الفولتيه مربعه على الار، الفولتيه المربعه في بي في ار. اذا الفولتيه تساوي ان جذر بي في ار او بي في ار تحت الجذر. شكرا لكم لحسن الاستماع، ونلتقي في محاضرات قادمة إن شاء الله.